أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان بجانب بيته شاب ساكن، جداره بجدار أبي حنيفة، وكان هذا الشاب سكيرا يسكر كل ليلة. وكان أبو حنيفة طالما نصحه والشاب لا يقبل، وكان هذا الشاب إذا سكر جلس في غرفته وجعل يغني قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. طبعا هذا الشعر لو قاله رجل شجاع لقلنا يحق لك، ضيعوك ما استثمروا شجاعتك، لكن شاب عربيد وتقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أنت اللي ضيعت نفسك. الناس لماذا يبحثون عنك؟ ماذا سيجدون عندك؟ لو جاءك الناس وبحثوا عنك ما عندك حتى الناس يبحثون عنك، ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فرجع أبو حنيفة يوما إلى بيته، فلما أراد أن ينام العادة يسمع ضجة من هالشاب وأذى، فلم يسمع شيئا ذاك الليل تلك الليلة. فسأل أبو حنيفة قال: أين الشاب؟ قال له أهله: الحمد لله يا أبي، كفانا الله شره الليلة. قال: لما؟ قالوا: قد تضارب مع فلان، صار مضاربة بينه وبين فلان فأدخل السجن. الحمد لله اليوم يبيت في السجن ونتخلص من الليلة، نبيت من غير إزعاج. فقام أبو حنيفة من فراشه بينام، وعنده قيام ليل بعدين بالليل لازم ينام بكر، فقام من فراشه وشد على رأسه عمامته ولبس جبته وطلع من البيت وذهب إلى السجن، وقال لصاحب السجن: أخرجه. قال: يا شيخ، إن له خصما، في خصم له. قال: إن استرضيت خصمه تخرجه؟ قال: الصبح. قال: لا، الليلة اطلعه. فقال له: حسنا. فذهب أبو حنيفة إلى الخصم وطرق عليه الباب ورحب وهلا بالشيخ وقبل رأس أبي حنيفة. فقال أبو حنيفة: أنا عندي طلب واحد تجيبه لي. قال: أنا. قال: سامح الشاب. قال: والله لأجلك يا شيخ سامحته. فرجع إلى السجان في الليل، قال: قد أذن خصمه بذلك وأنا كفيل، أنا إذا الخصم ما أذن، إذا أنا كذبت عليكم أنا المسؤول، أنا كفيل. فأخرجه ذلك السجان، أخرج الشاب إلى أبي حنيفة. يقولون: فأمسكه أبو حنيفة بيده والتفت إليه وقال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ إيش رأيك، حنا ضيعناك ولا حرصنا عليك؟ شوف يا أخي اللي يستثمر الخير يقول له: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ يقولون: فأصبح الشاب من طلاب أبي حنيفة. يا أحبابي، استثمار الخير اللي عند الناس حتى الكافر، استثمار الخير الذي عندهم، تحريكه في قلوبهم، اعتبر في قلب كل إنسان نسبة من الخير، حركها زدها، خاصة الشباب، خاصة الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع،
اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم ثبتنا جميعا على ديننا، اللهم ثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظ ذرياتنا من كل شر، اللهم احفظهم من التدخين والمخدرات، واحفظهم من الآفات والمسكرات يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها إلا وفيته حاجته وأعنته عليها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ ومن الذي يسر عيبنا وأنت الرحيم الساتر؟ سبحانك يا ربنا لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وتقبل حسنتنا وتجاوز عن سيئتنا وأدم سترك الجميل علينا يا رب العالمين، يا أحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا الفاضل، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم الشيخ في ميزان الحسنات.